امر جونا قرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. دلالة العام بحثي عام من كردوا دلالة عام باسفين. العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق. عام دلالة الأفراد كتاب الشيوي استغراق هم قرتنوا كما قلنا غير مرة وكو يزال يجار وتومان. ولكن العلماء علماء اختلفوا في دلالته على هذا الشمول، أهي قطعية أم ظنية؟ بلام علماء اختلاف يعني هي بوت لدلالة كدني عام لسر أم الشمولة آية قطعية يا ظنية. قولان للعلماء ذو قولهن بو علماء. فذهب بعضهم منهم الحنفية، بعض العلماء كحنفية كان جلوانا بو أول روشتون كألين إلى أن دلالته على أفراده قطعية ما لم يخصص. ألين دلالة عام لسر أفرادك قطعية ما دام تخصيصي نكرياد، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية. وقت تخصيص كلا يتر دلالتي لسر أو قسمة شيك الأفراد كما هوتو حتى لسر أي شيء يتظني ما دام تخصيصي لكرا وعموميتك إنما هو يتر قطعيتي نامن. ومعنى القطعية التي يثبتها هؤلاء للعام هو انتفاء احتمال التخصيص الناشئ عن دليل. معنى قطعية يعني شيء أو كعلماء إثباتي كان بو عام ألين كعلم قطعية يعني شيء يعني احتمال تخصيصك للدليل شبيه بين نيتي حالبا يعني دليلك النية بو تخصيصك تأسد دليلك ندو زراوتك أم عام مخصص به. لا نفي احتمال التخصيص مطلقا نقع وبلي احتمال تخصيصي هر نية بهي جوره. فإذا لم يقم دليل على تخصيصه أجر دليل يجلس تخصيصك النبو فإن دلالته على العموم تبقى قطعية تدلالة العمومية قطعي دمينته. وقال الجمهور إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل التخصيص وبعده. جمهور دفرمون دلالة عاملة الشمول لتوالي أفرادك دلالة ظنية قطعينية شلة فيش تخصيصة أو شلة دواية تخصيصة لبرأة وشنك قاعدك عام عمومية هي أعلن ما من عام إلا وقد خص هيك عامين لعمومية خوي نية. مثلا أفرمي إيه ونوشكن نوش معنى حد يعني شيتو من علي استثناء كراو هرش بيك عمومي هي استثناء هي. احتج اصحاب القول الاولي بان لفظ العامي وضع لغه لاستغراق جميع افراده اوانيك دلين كعام قطعيه دلالة الافراد كي دليليا او ثاني الين لفظ عام دان راو بو استغراق تواوي افراد كي بجهه وضع. وهذا هو المعنى الحقيقي للفظ العام أمش معناه حقيقي لفظ عام فيلزم حمله عليه عند إطلاقه بمطلقي أبي حملي كي تسر أوى يعني أبي دلالتي لسر أفراد كي قطعي به. ولا يجوز صرفه عنه إلا بدليل يدل على تخصيصه وقصره على بعض أفراده ودروزني اللي لا بدي إلا بدليل يجنبه كذلك تخصيصي بكاو لا داني قصري لسر بعض الأفراد كان. أما احتمال التخصيص دون أن ينهض دليل على هذا الاحتمال أما احتمال تخصيص ببيع ودليلك رافر وأعماد ببيع كم احتمال دلالة سلم احتمالك فهو ما لا مما لا يؤبه به اشتكى كاهتمامي بنادر ولا يلتفت إليه ولا يبلاو ناكرة ولا يعول عليه اعتماد لسر ناكرة. فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها مجرد احتمال التخصيص بلا دليل كوابية دلالة عام لسر شمول أفراده قطعي دبه وتأثير ناكاتيا مجرد احتمال تخصيصي بدليل إذ أن هذا الاحتمال من قبيل التوهم ولا عبرة بالوهم ولا بالتوهم شنك أم احتمال علي لوانية تخصيص بوبه لوانة اشتكي وهمي وخيالية عبرتي بوهم وتوهم وخيال بازيني. بل محتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور قولي أصحاب قول دوهم كجمهور كان دلين عام دلالتي لسر أفرادكي ظنية بأن الغالب في العام تخصصه ألين غالب العام تخصصه
وعلى هذا دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العام ولسر أمد لالتي سردوها استقراء تتبعي نص شرعية كان كلفظ عام انتياهات وحميان حميان تخصيص انتياية فما من عام إلا وقد خصص إلا في القليل النادر هيج عام يقنية إلا تخصيص تاكرياوة مقر زور كم دقمن به حتى شاع بين أهل العلم أن إنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض حتى بجورك لبين أهل العلم مشهورة على هيج عام يقنية إلا بعضك له تخصيص كرياوة فإذا كان تخصيص العام هو الغالب والغالب الشائع وقت تخصيص عام فإذا كان تخصيص العام هو الغالب الشائع وقت تخصيص عام غالب الشائع به فإن احتمال تخصيصه يكون قريبا لا وهما ولا توهما كواب احتمال تخصيصك يترنزيك وهم توهم نية وبالتالي ويترش هم ترش لا تكون دلالته على الاستغراق قطعية كواب دلالة الاستغراقك قطعي نابل آية أم اختلاف تشيلي بيداد به باقي أواك ثمرة الاختلاف في دلالة العام ثمري اختلاف لدى الله عامة وقد ترتب على هذا على خلاف العلماء في قوة دلالة العام أي من جهة قطعيتها أو ظنيتها اختلاف في أمرين ترتيب فياب ولثر اختلاف علماء لقوة دلالة عامة كاختلاف عن هي يعني جي لقوة يعني لم جهة آية قطعية يا ظنية لي فياب وشي اختلاف يعني لدوشتا الأمر الأول أمر أول وثاني تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد آية عام القرآن بخاص خبر آحاد تخصيص ده به اگر عام قطعي به خاص خبر آحاد ظني به ابي ام ظني تخصيص قطعية كنك اگر قطعي نبي ظنيك جغي خويتي تخصيص بك فالعلماء متفقون على ان اللفظ العام الوارد في القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن او بالسنة المتواترة لفظ علماء يقدن لتلأوك لفظ عامك لقرآن هاتوبة دروس تخصيص بقرآن وجهة قوية والسنة متواتر شم كايوش قطعية ولكنهم يختلفون في جواز تخصيصه بسنة الآحاد بلام اختلاف يعني آية تخصيص بسنة آحاد دروس تيانا لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة الآحادية ظنية الثبوت شنك القرآن قطعي الثبوت وسنة آحاد ظنية الثبوت فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي الظنية وكو آحادك به سنة أحادك به قوتي به تخصيص قطعيك نابع وهذا ما قال به الأحناف أمشتك كحنفي كان قولي أنت يكردو فلا يجوز عندهم تخصيص عام القرآن بسنة الأحاد كوابيد رزني بلان وتخصيص عام القرآن بسنة أحاد إلا إذا خصص عام القرآن بمخصص في قوته كنص من القرآن وبسنة متواترة مجر أوى كعام القرآن تخصيصي فيا كذبه بمخصصك بأن هذا خوي بهيز به وكنصيك قرآن يا بسنتك متواتر لأنه بعد التخصيص شون بلان أجر أعوال لفيش تخصيصي كراب بقرآن يا بسنتك متواتر يتر بو باقي يتري أبيت ظني حديثي أحادش أتواني تخصيصي بك حالوين لأنه بعد التخصيص يصير ظنية دلالة شون كادواي تخصيصك يتر ظني الدلالة دبيع فيخصصه ما هو ظني أيضا كخبر الأحاد اشتكيش كظني به كبريتي لخبر أحد فأتواني تخصيصك ويقولون أيضا وديثان ألين إن تخصيص العام من قبيل البيان للمراد منه تخصيص عام دفرمون حنفية كان تخصيص عام لقبيل بيان مراد لعامك ألين عامة أميام بس أو أميام بسنية فلا بد أن يكون المبين في قوة المبين أو أقوى منه كابي أبي بيان جر بأن زي بيان كراوكا بقوة به يا لو بهستر به أما حنفي كان واعلا بلا ما عند غير الأحناف هم جمهور العلماء يجوز تخصيص اللفظ العام الوارد في القرآن باللفظ الخاص الوارد في السنة الآحاد بلا ما غير حنفي كان كجمهور علماء في أنواية كدروسة تخصيص لفظ عام كالقرآن هاتوا بلفظ خاص كوارد به للسنة الآحاد لأن خبر الآحاد إن كان ظني الثبوتي فهو قطعي الدلالة لكونه خاصا شنك خبر أحد أجد في ظني وثبوته بلام دلالتك قطعية شنك خاصة وعام القرآن إن كان قطعية ثبوتي فيظني الدلالة وعام القرآن أجد في قطعية ثبوتة بلام دلالتك ظنية كوابه فتعادلا ترها وتعية كان كردوا فجاز أن يخصص عام القرآن بخاص الأحادي
بلا جمهور الدروس تخصيص عام القرآن بخاص أحد. ومن الأمثلة لتخصيصات عموم القرآن بإخبار الأحاد تخصيص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. لمثال قلي تخصيص عموم القرآن بخبر أحاد تخصيص أم آيتي قرآن تأفرمي مردار وبولة وحرام كراوة بقول النبي يعني أما مردار وبوي دريا وشكانية قريتها كشي في أغمري فات تخصيصي كردوبة وكمردار وبوي غيري دريايا مردار وبوي دريا أفرمي هو طهور ماؤه الحل ميتته أفرمي آوي دريا فاكا ومردار وبوك إشي حلالة يا أما تخصيصي كردوبة حديث كش أحادة وحديث لا يتواثر توارث أهل ملتين شتى أفرمي أهل دوم التي متفرق ليكري إرزنابا يعني مسلمان إلى كافر إرزنابا كافر إلى مسلمان إرزنابا جولك إلى قاور إرزنابا قاور إلى جولك إرزنابا حالب أما خصص عموم الوارث في آيات المواريث أم حديثة تخصيص عموم وارث لآيات مواريث أكردوا آيات مواريث فرمي كذي كامري بكركي أو أبا فلان إتر ني فرموا أجر مسلمان بن هدوشا بلا ما حديثة تخصيص يكا غالبا وخصصه ايضا حديث ديسان ام حديث ديسان او عام القران تفرمت كثير كمر فلان كذليبا فلان كذليبا تخصيص اكاد حديث لا يرث القاتل يعني وقت اللي اباد ام كرا وقت اللي باوكي ارزبا باوكي خوينا كشتبه اگر باوكي خوي كشتبه ارثي لنابا كلا يرث القاتل حديثي احادا وخصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يا خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بقول النبي لا قطع في أقل من ربع دينار تخصيص عموم أم آية القرآن كرا وكأفرمي كوان وجني دز دسيان ببرن بفرمودي في غمري خواص الله سلم أفرميت وقت دسيان ببرن ككم تلا شوار ربع دينار نبو بأجر كم تلا شوار ربع دينار به للربع دينار به شوار يكم دينار به دسينا بره يا وحديث لا تمسح المرأة على عمتها وعلى على خالتها خصص العموم الواردة في قوله تعالى أم حديثة كأفرميت جن بثر ميمكي خويا يعني خشكي باوكيا يا بخشكي دايكيا ميمكو فوري خويا ناهين ريب تخصيصي أو عميك دوك أفرميه أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أفرمي غيري أوانا بعثي محرمات أكاد أفرمي غيري أوانا تان لي حلال كراو كغيري أوانا ميمكيش أقريتا وكشي حديثك أفرميت ميمك بسر خشك زاي خويان ما نسألا ناهين رد حالي بن برام بلا بلا هم زمان جاء أفرمي غيري أوانا تان لي حلالا أو كيواب مالي خوتان أولي أوابا كآفرتاني بينن كفاق داوينن نك داوين فيه فوقوع التخصيص بسنة الأحاد لعموم القرآن والاحتجاج به دليل على صحته واقع بني تخصيص بسنة أحاد بعموم القرآن واحتجاج به كردني دليل درزبون كيتي والحنفية يجيبون على حجة الجمهور بأن التخصيص بهذه الأحاديث لأحد السببين بلان حنفية كان جواب أدنوى لتدليل جمهورك بلان تخصيص بم حديثانا لبريكي لم دوشتانا الأول إما أن عام القرآن خصص بدليل قطعي يا لبل أويا كعام قرآنك زوتر بحديثك بدليلك قطعي تخصيص بو إتر ظنيتي فياكر دوا فصارت دلالة على الباقي من أفراده ظنية إتر وايليها أتوى دواطي لتر باقي أفرادك ظنية فجاز تخصيص العموم في الباقي بدليل ظني إتر دروس تخصيص عموم باقي كذب بدليلك ظني وكو كما في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم وكم آية تأفرمي غير أوتان لحلالة الآية فإنما كلمة ما لفظ عام يشمل بعمومه المشركات وغيرهن ما كعام بعمومك دلالة المشرك وغير المشرك أكا كشي تخصيصي كتر بقرآن كراوة ولكن خصص بقوله خص بقوله تعالى ولا تنكح المشركات أفرم المشرك من كوابية تنكى التخصيص كراوة أم جاري تربخ حديث أحد كيش تخصيص بوا فصار بعد هذا التخصيص قابلا للتخصيص دواي تخصيص قطعية قرآنيك بحديث ظني قابل تخصيص بوا بدليل ظني كخبر الأحد الذي قالوه كبريتي ولا هو لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها أما الأحاديث الأخرى التي احتجوا بها أما أو حديثاني ترك احتجاجان في كراوة أجر شي متواترنين
بلام وكو متواتر وانا فهي من السنة المشهورة المستفيضة لسنة مشهور مستفيضة، والسنة المشهورة وش يجوز تخصيص عام القرآن بها، سنة مشهوريش تخصيص عام القرآن في دروسه. والحق إن تخصص القرآن تخصيص القرآن بسنة الأحادي قد وقع راسي ودروس لكي أوداني وعليكم السلام. تخصيص القرآن بسنة أحاد هو واحتج به العلماء وعلماش دليل أنت هنا وتو، وما دفع به الحنفية منها أن هذه الأحاديث مشهورة لا يسلم لهم. أو إيش كحنفية دليل أن هنا وتو ألين أم حديثان مشهورة سيان قبول ناكرة إذ لا الدليل لهم عليه، شنك دليل دليل كان لسري النية. وإذا صحت شهرة بعض الأحادي أجد دروسج ببعض الأحاد صح مشهورة، فإن البعض الآخر يبقى من أخبار الأحادي كما بين علماء الحديث بعض كان تري بشيوي خبر أحادي هرماونته، وكل علماء الحديث باسيا كردوا. وعلى أي حال فإن الخلاف بين الأحناف والجمهور تضيق دائرته إذا علمنا كما ذكرنا في بحث السنة أن من أنواع خبر الأحاد عند الجمهور السنة المشهورة، وهذه السنة يجوز بها عام القرآن على رأي الحنفية. بهرج ورق به خلاف بين حنفية كان جمهورية كان جمهورة دائرة كي باسم كي تسكى بيتها وقت الزعني من وكو لوحد السنة باسم من كدوة كأنواع خبر لأنواع خبر أحد بلا جمهوره سنة مشهورش وسنة مشهورش وكو سنة قطعي ومتواتر دروس تخصيص عام القرآن شي في بكره لسر رأي خذي حنفيش فهذا زور زور اختلافك كما بيته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.